بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، على الدرس الخامس من مادة الدراسات الإسلامية قسم الفقه للصف الرابع الابتدائي المنهج الجديد بعنوان الوضوء. إذا أردت الصلاة فبأي شيء تتهيأ لها؟ قل بالوضوء. الشيء الذي يهيئني للصلاة هو الوضوء. فضل الوضوء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، يعني ذنوبه كلها، حتى تخرج من تحت أسفاره، تخرج من تحت أسفار يديه ورجليه، خلاص ما عاد عنده خطايا بسبب الوضوء. فضل عظيم. حكم الوضوء: يجب ويسن، واجب على المسلم أن يتوضأ للصلاة والطواف ومس المصحف، يبقى دي الوجوب. طب ويسن إمتى؟ إذا ذكرت الله عند النوم وفي كل حال، لكن الواجب إمتى؟ الصلاة والطواف ومس المصحف. طبعا مس المصحف غير قراءة القرآن، مسه يعني تمسكه، لكن تقرأ ممكن تقرأ من غير ما تتوضأ وانت ماشي كده بتسمع عادي. يبقى ثلاث اشياء للصلاة والطواف وبس، دول الواجب. شروط الوضوء ثلاث شروط. اول شيء النية ومحلها القلب، ليس باللسان، ما تقولش نويت، لا، في نيتك ان انت هتتوضأ، محلها القلب. طهارة الماء، فلا يصح الوضوء بالماء النجس، ما ينفع نتوضأ بماء نجس. الشرط الثالث إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لو في شيء لازم تشيله، يعني لو عندك عجين، عندك منكير أو طلاء أظافر، عندك بوهية، أي شيء يمنع وصول الماء لازم تشيله، لو ما شلته يبقى وضوءك غير صحيح. بعد أن تعرفت شروط الوضوء يمكنني الآن أن أحدد المعنى الصحيح لشروط الوضوء مما يأتي. هي الأشياء التي يجب غسلها في الوضوء، هي الأشياء التي تسبق الوضوء ولا يمكن وضوء ولا يكون وضوء صحيحا. طبعا هي التانية دي، هي دي، تمام، هي دي الأشياء التي تسبق الوضوء ولا يكون وضوء صحيحا بدونه. بعد كده بيقول لي أميز الأشياء التي تمنع وصول الماء، أعضاء الوضوء بتلوين دائرة تحتها أحمر، والأشياء اللي التانية باللون الأخضر، يعني في حاجات بتمنع وصول الماء. طبعا اللي بيمنع وصول الماء هنعمله باللون الأحمر. خلي بالك أنا بحثت في الموضوع ده كتير جدا علشان أشوف الحكاية بتاعته. إيه هنا؟ طبعا ده بيمنع وصول الماء، تمام، هنا يمنع وصول الماء، هنا يمنع وصول الماء، هنا غراء اللي قلت بتمنع قطرة تمنع وصول الماء، هنا الكوركتور او المزيل هذا يمنع وصول الماء لما ينشف، والمنكير يمنع وصول الماء، الذي لا يمنع وصول الماء هو الحبر فقط. هذا ما جاء في القناة المعتمدة لوزارة التربية والتعليم اللي هي قناة عين، عشان كده احنا بنعمل زيهم لانهما اللي وضعين للمنهج. خلاص تاني عشان اللي ما شاف، خلاص شفتوها واحدة بس، والباقي غراء بوزيل، كل ده يمنع وصول الماء. أميز ما يصح بوضع علامة صح وما لا يصح الوضوء به بوضع علامة خطأ. هنا طبعا الشاي لا يصح أن نتوضأ به، والصرف الصحي و الماء البحر هذا يجوز، يبقى عندي ثلاثة خطأ وواحدة صح. نروح للي بعده.
عندي هنا أربعة أشياء. نحط الأول الصح، هذا ماء يجري، وهذا ماء يجري، وهذا ماء المطر. أما هذا الماء الراكد لأنه قليل وراكد لا يصح التوضؤ به. هذا ما جاء في القناة المعتمدة للتربية والتعليم. يبقى زي ما احنا عاملين لهم كده، أضع علامة صح تحت الإجابة الصحيحة. يجب الوضوء، خلي بالك، يجب في الطواف والصلاة ومس المصحف، هما دول الثلاثة، الطواف الصلاة مس المصحف، الدعاء سنة، دعاء المسجد دخول المسجد سنة، قراءة القرآن كل الحاجات دي مستحبة، لكن الواجب الطواف والصلاة ومس المصحف زي ما قلناهم في بداية الدرس. طيب هنا برضو بيقول له حط صح ولا غلط، يستحب، يستحب أن للمسلم أن يكون على وضوء دائما، أيوة يستحب دي صح. طب يسن للمسلم عند الوضوء عند الصلاة، خطأ. ليه؟ هذا لا يسن، هذا يجب، يجب الخطأ في يسن، هي واجب وليس سن. يبقى عرفنا الخطأ من الصح كده، وكده بيتهيألي كده إن احنا خلصنا الدرس وسهل خالص. ما تبخلوش عليا باللايك والدعاء والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.